عنا تسهيلاتي في مع اللعبة الدولية فاطمة صفر أكيد أكيد استقبلها محمد عبد الهادي أكيد فاطمة هي ابنة الجمعية النسائية بالمهدية ولعبت نادي أسير الفرنسي الناشط في الدي دو. فاطمة أكيد الناس الكل تعرف كانت متوجة مع المنتخب التونسي 2014 في ملحمة الجزائر ضد الكونغو. فاطمة توت كما قلنا تنشط في الدي دو مع نادي أسيول الفرنسي. نزيد ناخذ من عندها برشا يعني معلومات. فاطمة مرحبا بك في راديو أمبيونس أفام في برنامج 2040. تسمع فينا فاطمة؟ وي نسمع فيك محمد. عزلة من محمد عزلة من نجل الكل. نشكركم على الاستضافة وميرسي اللي خممتوا فيا. أكيد ميرسي فاطمة. بون نحبوا نسألوك معناها وتحكينا شوية على تجربتك الاحترافية في نادي أسيول والديفيرانس معناها ما بين دي دو والبطولة متاعنا. شنو زدت في كاريرك فاطمة؟ معناها ثم حاجات إضافية زادت لك في في التجربة هذه ولا؟ والله سي نورمال. هي فما برشا حاجات تتبدل مش كيما في تونس كيما في فرنسا. اني جيت ملول على خاطر قرايتي كملت الماستر دو نتاعي لهنا ومن بعد قيت الكلوب معناها كوتي دونك قعدت نلعب معاه. سي فري سي با لو ميم نيفو معناها اللي في تونس. نجم نحكي على كل المعطيات معناها على ديسيبلين ريسبونسابيليتي نتاع الكلوب نتاع الجمعيات الفونكسيونمون الشامبيونال كالندري. احنا كل شيء يبدا من الاول بيان بريسي تو سوف كو خاطر الكوفيد وكل شيء مي كل شيء يبدا بروغرامي معناها على العام كامل. نعرف وقت نرتاح ونعرف وقت نلعب ونعرف وقت البيريود تاع لي روبو. الكلوب ديما متلهين ديما اليكوت معناها نتاع لي جوز وكل شيء. سي بور سا معناها الفرقه دي دو بيتيتر نتصور خير من النيفو تو في اللي في تونس معناها. معك أحسن بنتومي أكيد غنية التعريف وتعرفوا بعضكم في الجمعية بشي تفاعل معك أحسن. عسلامة يا فاطمة. عسلامة أحسن لباسة والله الحمد لله لباسة انتي الحمد لله. فاطمة إن شاء الله نتصور دخلت في كونتاكت مع المدرب الجديد سي معز بن عمر حكيته شويه ما نعرفش انتم في البروجرام تاعكم نصور حكي معاك قال لك شنو بروجرامك في ان شاء الله باش تكون معناها موجوده في التربص القادم اللي باش يكون في الجمعه نتاع اللي هشاف. وي وي نورمالمون يكلمني سي معز ويعطي الصحه وسما في بليزير يعني خاطر صافي 2 طون بجي ليكيب ناسيونال وكل شيء دونك سما في بليزير يعني ديما لهنا معناها المنتخب نهار تمشي عيطوا لي نرجع للمنتخب مش مشكلة. عيط لي يكلمني نورمالمون عن ستاج مو دافريل 8 شهر نورمالمون توتلي جوز بروفيسيونيل باش نهبطوا وان شاء الله هذاك اول ستاج هذاك باش ندخلوا فيه ومن بعد سافيت نورمالمون في المو د ماي ندخل ستاج قبل ما نطلعوا حتى نطلعوا نورمالمون لو انتر لو 6 و لو 8 جوان. نتصور فاطمة ان شاء الله نورمالمون من لو 10 حتىك شال لو 20 جوان الكامرون. تصور فاطمة مسؤولية كبيرة باش تكون على عثقهم سورتو انتم المحترفات في المنتخب الوطني كان تو كيما خلينا نقولوا في شوماج بوندون 2 ans ما غير حتى لا تربص لا شيء سورتو البنات وكيف انت تصور عودة ان شاء الله سنين ان شاء الله تكونوا معناها المسؤولية تكون كبيرة عليكم وان شاء الله انتم تحاولوا تحققوا الامال وكو خاطر ما سي با فاسيل تعرف اللي تقعد تربصات محليين وباش تمشي تشارك في كومبيتيسيون انترناسيونال بوندون معناها كيما قلنا عندك عامين ما شاركتش وما ما احتكتش بالنسق العالمي. فما جمعيات منتخبات وطنيه معناها تحسنوا برشا في النيفو باش تكون ما نعرفش كاش ترى انت العوده نتاعكم في المشاركه في البطوله الافريقيه شنو الحظوظ نتاعنا. والله هو نورمالمون حظوظنا موجوده معناها الحق على ربي فما دي زيكيب الحق قاعدين يخدموا كل شيء. اما نتصور مع البنات البروفيسيونيل مع البنات اللي لوكو في تونس نتصور نعملوا حاجه. سي فري البيريود صغيره معناها بور كونستروير معناها ان بروجي ولا بور كونستروير اون ايكيب مي نورمالمون نجمو نعملوا حاجه. اون بلوس اللي ترشحوا للكوب دو موند بور لانستون سي 5 دونك احنا كان نبداو في التوب 3 دونك صاريت المغزي معناها كان نترشحوا دونك احنا باش نخدموا على روايحنا باش نروحوا البنات البروفيسيونيل اللي في فرنسا الكل بريسك نحكيوا ديما مع بعضنا اون كونتاكت
باش نحاولوا معناها ندور لو بلوس للليكيب وان شاء الله ربي معنا. فاطمة معك رمزي بن طاهر باش يتفاعل معك. اهلا فاطمة. عسلامه عايشك لاباس الحمد لله. بون يمكن تكمل اللي كان يحكي فيه اخونا حسن. تشوفش انه ممكن المهمه اصعب شويه في الكومبيتيسيون جاي اللي هي الكوب دافريك، في انه لي ستاج تقريبا ماكمش باش تدخلوا في ستاجات فيها دي ماتش اميكو في الكورونا وكل شيء، تشوفش انه زاد الاختيار نتاع المدرب اللي تم ما عندوش برشا تقريب جمعه، معناها ما فماش المساحه الكبيره والظروف اللي هي باش تعاونكم باش تدخلوا في الكومبيتيسيون كوم الفو وباش تحاولوا معناها تفرضوا معناها ارواحكم في الكوب دافريك، في انه فما منتخبات الحقيقه اللي فيها لاعبات اللي اغلبهم ينشطوا في الاوروب، دونك ما توقفتش الكومبيتيسيون بالنسبه لهم، على عكس برشا لاعبات في تونس اللي تشوف البطوله تمشي وتوقف حتى نيفو مش حاجه كبيره معناها. والله مع الظرف هذا نتاع الكوفيد وكل شيء سيتي با فاسيل الناس حتى اني اكزومبل الكلوب نتاعنا توقع اللي نلعبوا في الماتشات تاع الروتار اللي اون لي زاغاتي معناها في سبتمبر اكتوبر نوفمبر، عندنا اون افي دي كا كوفيد في ليكيب نتاعي، دونك سيتي با فاسيل على الناس الكل معناها نتصور في تونس في العالم الكل معناها عندي نلعب معايا زاده دي جوز معناها في السنغال في الكامغون في الكونغو كل شيء سيتي هما بيتر اتقل لهم هما بريسك الكل في فرنسا، دونك حتى كي باش يعملوا ستاج ولا غوسومبلمون راهو كل معناها بحدا بعضهم مش كيفنا نحن اللي دي باش نحطوا تونس كذا اون بلوس يبي با بوكو دو سيمين هاش في كل معناها الكالندري كل دخلت بعضها وكل شيء معناها بارابور لو شوا نتاع لونترينور كل شيء احنا فرانشمون احنا نروحوا على خاطر تونس وخاطر باش نمثلوا تونس معناها اللي باش يحطوا هنا باش نلعبوا اون باش ادابتي مع الناس الكل معناها سي معز ما نعرفوش ما سمعت عليه كاين الباهي ان شاء الله ان شاء الله هو يعاوننا واحنا باش نعاونوه ان شاء الله اون كونستروي اون ايكيب كي معناها كي كابابل دافرونتي معناها دي ايكيب كيما الكونغو السنغال والكامغون خاطر قاعدين نستخدم وان شاء الله ان شاء الله الحظ يكون معانا وان شاء الله ان شاء الله نبدا في التوب 3 ان شاء الله ان شاء الله. فاطمه باش يتفاعل معاك صبحي سيود موجود معنا في الاستوديو. فاطمه مرحبا. عزيز صبحي شو احوالك؟ لاباس 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 الحمد لله. يعني ديكوشي باش يحكيو مع بعضهم تو. فاطمه دونك قعدت نسمع فيك تو على حكايه ليكيب ناسيونال من الاول قلت عنا باش نعملوا على الريزولتا بالنسبه لي يعني كلمتك اللي قلتها في الاخر هي لا بلو اكزاكت انه اون كونستروي ان ايكيب اول حاجه ديجا اون دو كونستروي ان ايكيب عامين مع بعضهم ديجا الاوتوماتيزم بين الجوارات مفقود ما نجموش نكون نحكيو على ريزولتا خاطر ماك تعرف ثم حوايج في الهو نيفو ظهر لي لا ريلاسيون اونتر لي جوار هي اللي تعمل لا ديفيرونس لامبيونس هي اللي تعمل ديفيرونس. في ليكيب ناسيونال نتاعنا عامين لاسباب عديده ومالوروزمون لاسباب خارج على نطاق نتوما على نطاق اداره ما خمتش فيكم ما نجموش نحكيو ريزولتا نحكيو كونستروي اون ايكيب افيك دي جون اي دي زونسيان. فاطمه ان الرول نتاعك شنو باش يكون؟ حنا سؤالي شنو باش يكون؟ اسكو جاي ليكيب ناسيونال كوم إيليير ولا كوم أريير؟ ألا نجمو باش نحظ؟ أني باش نجي كوم إيليير. يعطيك الصحة، دونك فاطمة تصرى ليكسبيريونس، أنا بالنسبة لي أني لونترونور ما نعرفوش، لونترونور سمعت بها في كان في الكادي هو ظهر لي كان صدقني ربي كاديت جونيور عمل بهم ريزلتا، بالنسبة لي أني حاجة خارق العادة باش نبداو عنا لونترونور تونسي. اول حاجه انترنور جون طموح انترنور كيما سامي السعيدي كيما يقول في سامي السعيدي يقول في الانترنور ذا راهو الانترنور صغير عنده انفي لكن الانفي ما غير ما تكونوا نتوما جمعت الاكسبيريونس اللي يعطيو الانفي الانترنور باش يخدم وتعطيو الانفي لك الصغيرات اللي باش يكونوا معاكم باش نجموا نقدموا كره اليد التونسيه. هذاك علاش فاطمه تو مانيش قاعد نسال فيك معناها قاعد سؤالي نفهم فيك سؤالي سي نورمال اسكو لونترنور كي يحكي معاكم سور كيل كونديسيون معناها شنو هو باش تكون لي رول الرول نتاعكم في ليكيب ناسيونال بيان سور احنا بون جو بدير حتى مع ليكسبيريونس صغيره لا عندي وكل شيء
باش نكونوا معناها هنا باش نكادريو معناها اون ايكيب جون اون ايكيب نوفيل ايكيب معناها باش نقدموا بعضنا كيما اني دخلت مع ليبوك نتاع جي ومنى ورفيق وكل شيء ان مونكادري وحطوني دون معناها دونز ان بومبا كيما نقولوا وخليوني معناها نقدم ومعناها معاهم ودخلت في الجروب روحي معناها دون ميماج معاهم وقدمت معناها كيفنا نحن باش معناها كيما الجينيراسيون نتاعي باش تعمل هكاك مع لي اصغر مني باش نحطوهم دون البا وباش معناها باش نورمال لازم بيرفورمي ان ايكيب راهو لازم عندك عباد ديكسبيريونس وعندك عباد ميزانو كيف الميليو معناها دونك اون فا اون فا اون فا يالي انصومبل معناها زوز مع بعضنا باراليل. فاطمه باش تقول لي ما عندكش اكسبيريونس راك دي دو نتاع فرنسا خير من الشامبيونان ناسيونال نتاع تونس راه باش تقول لي ما عندكش الاكسبيريونس تاع الاكسبيريونس عندك 3 سنين ولا 4 سنين في فرنسا دونك الاكسبيريونس عندك ما تقدر ما تصغرش روحك معناها ديجا تي ان جوز ديكسبيريونس دونك انت باش تعطي اضافه لك الصغيرات شي نورمال ديما في روحي صغيره بزاف بزاف جوفيان دو فيغ مي 27 تحب تكبرها تحب تكبرها بالسيف صبحي راهو الاكسبيريونس احنا لازمنا نفهموا في تونس راهو الاكسبيريونس بعمرها ما كانت عمر راهو نعطيك ميكزومبل نيكولا كاراباتيتش نعطيك ميكزومبل 2003 هزينا ليغ دي شامبيون عمره 16 سنه وكان مايور جوار دو ماتش مايور جوار دو شامبيون مش مربوطه بالعمر معناها ماهيش مربوطه بالعمر كي نحكيو 24 سنه 24 سنه سي ان جون جوار دونك فاطمه على على بوكو ديكسبيرونس لعبت في تونس في دان غران كلوب في مهديه لعبت في ليكيب ناسيونال مشات لفرنسا قرات على روحها عيطولها دي دو ظهر لي مش مزيه عيطولها راه في فرنسا مثلا ما يعطيوش مزيه لحد فمش مجامله معناها شافوها على شافوا لي كاليتي اللي عندها دونك اللي ديفنو ان جواز امبورطون في ليكيب نتاعها دونك على بالنسبه لي يعني فاطمه سي ان جواز ديكسبيريونس طبعا الحمد لله انا بديت حاجه دي تشرفني يعطيك الصحه ميرسي بوكو وهيك ديك احنا اوني لا معناها بور انكادري لو كلوب باش نهزوا مع بعضنا سي فري معناها اون ايكيب مش باش تعمل في في 3 mois ولا في 2 mois راهو معناها il faut un tout tout un projet معناها pour construire une bonne équipe كل شيء mais on va essayer on va faire tout معناها انا باش نعطيو كل ما عندنا باش نكون في التوب 3 باش نترشحوا للمونديال وان شاء الله كي ان شاء الله اي نقول كي نعمل الاكسبلو هذاك تاع التوب 3 ولا في التوب 5 معناها باش نكونوا باش نترشحوا للمونديال ان شاء الله يتلفتوا ان شاء الله يتلهوا بينا وان شاء الله ان شاء الله بالحق نعمل ان بون بروجي معناها دو 4 خاطر ان بروجي ما يجيش تاع 2 mois ولا 3 mois معناها لازم تاع 4 ans باش تشوف تعمل كوب دافريك وتعمل شامبيونات دي موند وبعد تعمل معناها اون اوتر كوب دافريك باش تشوف النيفو تاعك معناها معناها اما كان بالحق نقعدوا نشوفوا بعضنا كان من شيونس لشيونس بالحق معنا وين في الاسلوب طبعا لعبتنا الدوليه فاطمه صفر مشكوره طبعا نتمنى لك كل التوفيق كنت معنا مباشره من فرنسا